طويل او رام السد، المؤتمر اللي بيجمع اجمل ناس. الحقيقه ببقى سعيده جدا ان انا بشوف حضراتكم، وببقى سعيده اكتر بانه الاقي قد ايه حرصكم على انكم تتواجدوا، رغم ان انا عارفه انكم شغالين من اول يوم في الاسبوع في كنترولات وفي مشاغل كتيره في امتحانات والتزامات كتيره، ومع ذلك حضراتكم حريصين بدل ما كنتوا النهارده تكملوا شغلكم او تاخدوا يوم ريليف جايين النهارده تحضروا معانا المؤتمر. انا متشكره جدا وممتنه جدا لكل حضراتكم، الساده رؤساء الاقسام، الساده وكلاء الكليات، الساده اعضاء التدريس والهيئات المعاونه، الحقيقه من كل كليات التمريض على مستوى الجمهوريه والمعاهد الفنيه للتمريض، مستشفيات الشرطه، مستشفيات الجيش. حقيقه يعني احنا يعني حبيت ان كلنا نبقى متواجدين، لان كل واحد فينا بيتعامل بشكل او باخر مع مريض السرطان. الحقيقه احنا يعني الايد الاولى اللي بتمد ايديها مع العيان سواء على مستوى البريفنشن او كيوراتيف او ريهابيتيشن. فاتمنى ان شاء الله ان احنا في خلال الجلسات بتاعه المؤتمر النهارده ان احنا نتبادل الخبرات بتاعتنا ونقدر نطلع فعلا بافاده للمريض بتاعنا، ما يبقاش مجرد حساسيه بنقولها وبنتكلمها وبنتناقشها وبنتكلم. اتمنى انه واحنا قاعدين في نهايه الجلسات بتاعتنا نحط توصيات حقيقيه حياتيه نقدر نطبقها ونستفيد منها المريض اللي هو المين فاكتش بتاعنا كلنا. الحقيقه برضو انا بحب ارحب بالاستاذه الفاضله، يعني وان اوف ذا بيلرز في كوليدج اوف نيرسينج، الاستاذه الفاضله نجوى الكاتب، استاذ مساعد بالمعهد القومي للاورام. طبعا هي يعني مشاركتها في حد ذاتها يعني قيمه كبيره جدا، لانها من اوائل الناس اللي اشتغلت في الانكولوجي، عندها خبره كبيره جدا اوت اوف بوكس، اوت اوف اي حاجه بتتسمع، هي بايديها مارست وفعلا ليها بصمتها. فانا بشكر لحضرتها تواجدها معانا النهارده، وبتمنى ان شاء الله يعني تستفيدوا. يعني النهارده الحقيقه انا طمعت فيها قوي، فهتقول لنا محاضرتين ان شاء الله، محاضره في الجلسه الاولى ومحاضره في الجلسه الثانيه. الحقيقه برضه سعيده بوجود الدكتوره صباح متولي، استاذ رئيس قسم التمريض النسب كليه التمريض جامعه عين شمس، وايضا بعد دقائق هتشاركنا الدكتوره جيهان هونيني، استاذ النسب كليه التمريض جامعه القاهره. وطبعا يعني كلنا كل الاسماء اللي اتقالت مهمه ورائعه، ولكن الاروع هو وجود مستشفى 57، لانه الحقيقه المؤتمر قايم على كل الشغل اللي بتعمله 57، لان هي تعتبر الايقونه بتاعه الانكولوجي في مصر. فطبعا معظم السبيكرز انا كنت حريص ان هم يكونوا من 57، لان هم دول فعلا اللي بيضيقوا الطريق لينا، هم دول اللي فعلا بيقدروا يوجدوا التغيير، اللي وجودهم معانا بيطمنا ان احنا فعلا طريق السرطان ده حاجات كتير، وان في حاجات موجوده، وان احنا دلوقتي نعتبر بنش مارك لاماكن كتيره سواء ريجنال او انترناشونال في علاج اورام الاطفال. فطبعا انا برحب بكل التيم اللي جاي لنا من 57، بشكركم جدا جدا لمشاركتكم وتواجدكم معنا. البدايه هنبدا ان شاء الله اول برزنتيشن هتبقى من الزميله الفاضله الدكتوره جولسن مع مستشفى 57، وهتكلمنا عن موضوع مهم جدا عن النيوتريشن. اتفضلي يا فندم. ميرسي دكتوره وفاء للتقديم، وميرسي طبعا بشكر السماح لان جت لي الفرصه ان احنا نكون موجوده النهارده، مش عارفه يمكن هنتكلم عن اورال بوتيشن اس بريفنتيف اند كيوراتيف ميجر فور كانسر بريست الكوسكو. الكيوراتيف طبعا كلنا عارفين المانجمنت بتاع الكيوراتيف، وكلنا عارفين بنشتغل في الانكولوجي، عارفين ان الكانسر بريست المريض بيتعرض كيمو اند ريديو ثيرابي اند سيرجري ميجر سيرجري. فطبعا السبورتيف كير في الكيوراتيف مينلي طبعا بيبقى لينا دور كبير قوي، بس هو الوقت مش هيسمح نقول الاثنين. بس الجديد اللي احنا بنسمعه البريفنشن، لان طبعا النيوتريشن من الحاجات اللي تايمز اوف كانسر بيلعب فيها النيوتريشن دور مهم جدا اس بريفنتيف ميجر هو الكانسر بريست. طيب ايه السكوب بتاع المحاضره بتاعتنا؟ هنتكلم عن واي بريست كانسر لقيناه النهارده في السيشن بتاعتنا، وليه لقيناه كنيوتريشن انترفنشن. هنتكلم عن النيوتروجينومكس اند النيوتروجيناتكس. العالم كله دلوقتي بيتكلم في الانكولوجي نيوتروجينومكس نيوتروجيناتكس اند اميونو ثيرابي.
فيمكن كمان كام سنه ممكن ما الاقيش الكيمو خالص. هنتكلم على الدايت ريليتد ريسك فاكتورز، ازاي هاو تو بريفنت كانسر ويز دايت مانجمنت، وايه الريسك فاكتور في اكلي اللي ممكن تزود لي. طبعا عارفين الريسك فاكتور ده اتس ريليتد، يعني كل ما كان الريسك فاكتور از هاي كل ما كان بقيت مور اكسبوز تو ذيس تايب اوف كانسر او ذيس تايب اوف ديزيز. الفود ذات بروموت اند فود ذات بريفنت اوكيرنس اوف كانسر بريست، لازم اعرف اكل ايه عشان ما يجيليش، ولازم اعرف اتجنب ايه علشان ما يجيليش برضه. طبعا البيجن دايت سنو ايرا في البريست كانسر، عندنا هنتكلم عن الكومبوننتس وايه الميكانيزم بتاعه. الناس بتستغرب في الفيد، لازم اعرف الميكانيزم بيجن دايت، ما اقعدش زي اللي بتقعد في الاعلام كده ونتكلم اي كلام. لا، دلوقتي ده ميتابوليزم، كل النيوترونز بيدخل في جسمي بيشتغل في الميتابوليزم بتاعي، لازم افهم انا باكل ايه وايه الدور بتاعه في الميتابوليزم بتاعي. هو البريست كانسر طبعا كانسر بريست از ايمرجنج بابليك هيلث بروبلم، يعني ده عارفين في مجال الاونكولوجي بنقول تو انكريز اور فورس انكريز، تو انكريز علشان تعرف في زياده، فورس انكريز علشان بقى في مور دايجنوس نيجرز. لا، البريست كانسر از بابليك هيلث ويز تو انكريز، وهنعرف ليه بعد السيشن ان هو بقى تو انكريز. ده ببساطه لان اللايف ستايل بتاعنا كله اتغير. هنتكلم عن الرول اوف نيوتريشن في الباثولوجيشن اوف كانسر. ايه الرول اوف نيوتريشن؟ واي كانسر بريست؟ لان طبعا اكوردنج ناشونال نيوتريشن بيست كانسر ريجستر بروجرام 2014 دي الاخر حاجه عندنا، ان كانسر بريست از سكند موست بريفلنت كانسر ان ايجن. طبعا ده سكند كوز سكند بريفلنت، ده بالنسبه للجندر الفيميلز، انما الفيميلز هو فيرست وان. فهنقول ستادي اوف ريتس اوف انديفيدوال ستيج كانسر مايت هاف جيفنج نيوز فروم بريفنت اوف. هنعرف ليه زي ما حضراتكم شايفين، هو طبعا الليبر عشان بريفنت سي هو نمره واحد في مصر ده لبوث جندرز، بس لو عملنا الجندر ديفرنشيشن هنلاقي ان الكانسر بريست نمره واحد في الفيميلز. طب يعني ايه نيتروجينومكس؟ يعني ايه نيتروجينومكس؟ من غير ما نقعد نقرا سلايد كلام كبير، نيتروجينومكس يعني ازاي انا باي my nutrition I modulate my gene expression. يعني انا عندي I am prone to cancer، عندي family history of cancer. طب ازاي انا بالاكل اغير الجين expression بتاعي ده اللي هو ميال قوي ان انا يجيلي كانسر؟ نيتروجينيتكس العكس، نيتروجينيتكس يعني انا I am carrying a gene that body زي يعني that behave with food with abnormal weight. زي مثلا ابسط مثال دايابيتس ميليتس او فاميليا ديس البيتي، يعني انا لو كلت 1 جرام كارب ممكن هتصرف معاه بطريقه مختلفه عن حد تاني عنده فاميليا ديس او دايابيتس، او ان انا لما بعمل ريستريكشن اوف فات ممكن اقلل او احسن الريت بروفايل بتاعي. انما اللي عنده فاميليا ديس البيتيميا مهما عمل ريستريكشن اوف فات هيفضل الريات بتاعته عاليه. يبقى ده نيتروجينيتكس، هو عنده ابنورمال بيهيفير جين ابنورماليتي عنده تو نيوتريتس. يبقى نيوتروجينومكس انا باكلي هغير الجين اكسبريشن بتاعي، النيوتروجينيتكس العكس انا الجين بتاعي بيتصرف بطريقه مختلفه مع الاكل. العالم كله دلوقتي في مجال النيوتريشن بيتكلم نيوتروجينومكس اند نيوتروجينيتكس، احنا ابتدينا ابحاث في 57 على نيوتروجينومكس، يعني عندنا ثلاث ابحاث اون جوينج، والحقيقه ان دايما مش طب ايه النيوتريشنال ريسك فاكتورز اوف كانسر بريست؟ ايه اللي في اكلي يخليه يجي لي كانسر بريست؟ اول حاجه لازم نعرف الايتيولوجي، 97% ار استروجين بالانس، طبعا كلنا عارفين، وعشان كده كانوا زمان بيقولوا ان الكانسر بريست هو البوست مينوبوز كانسر. دلوقتي مع الموديوليشن مع هنقول بقى الاكل بتاعنا فيه هرمون، الاكل ما بتاعنا ما فيش هرمون، كلام كتير جدا، بس ظل 97% من الاسباب او مش هنقول الاسباب، دي كورليشن بين كانسر بريست اند استروجين امبالانس. 20% جينيتكس، يعني اللي عنده فاميلي هيستوري كانسر بريست في عيلته ما يخافش، ده مسؤول بس عن 20%. بايدي انا باي ماي بيهيفير، يا اما زودت ال 20% دي خليتها 98% وابقى مور اكسبوز، بايدي انا اخلي اوقفها ما يجيليش كانسر بريست. امال ال 80% ايه الاكسبوجر ده؟ 80% انفايرمنتال، وما ننساش ان ماي فود از ماي انترنال انفايرمنت، يعني انا لما باكل حاجه غلط ده بيعمل لي الانفايرمنت بتاعي الداخليه. الاكسترنال انفايرمنت من اول ما بشم اللاد هي عديمات العربيات دي بتطلع لي فري راديكلز في جسمي، فده بيعمل لي يعني بيعمل ابريجن للجين بتاعي. فممكن اكسترنال انفايرمنت الهواء والميه والاكسبوجر المختلفه والراديشن طبعا لو في بلد فيها راديشن، وفي من الانفايرمنت ماي انترنال انفايرمنت، هنرجع برضه نقول ان الفود اتس ماي انترنال انفايرمنت اكسترنال اند انترنال. طيب ايه العلاقه؟ اول حاجه عندنا المشكله الاساسيه الادبتيف
الماكروفاج تيشو. الاديبوز تيشو وانس ما اتكونت امبيدد ماكروفاج، الماكروفاج بيعمل لي اوكسيديف ستريس. اوكسيديف ستريس من الحاجات اللي بتضايق جدا الجين. يعني طول ما انا عندي اوكسيديف ستريس، طول ما انا عندي جين كده ميال انه يقلب، يبتدي يعني يستعد يقلب فعلا، يعني سويتش اوف. اللي بيعمل طبعا اما نقول ماكروفاج يعني ده انفلاماتوري بروسيس، انفلاماتوري بروسيس بتدينا دي ان اي دامج. الانفلاماتوري بروسيس كمان بتعمل تيلومير ديسفانكشن. تيلومير ببساطه كده يعني الجينيتك ماتيريال، لما نقول ان هي مقبول في اختبار التيلومير دي الفيلا اللي بتقفل على الجين. فطول ما الفيلا دي مقفوله انا مقبول في اختبار الجين بتاعي قدام. كل ما انا بدخل بعمل انفلاماتوري بروسيس في جسمي، كل ما انا بطلع في راديكالز في جسمي، التيلومير دي شويه بشويه زي بتاعه الشمبانيا كده في افلام زمان بتفتح وتخلي الجين بتاعي اكسبوز في اي حاجه كنت عامله له جين ميتيشن. فيبقى البدايه فين؟ ان انا كل ما كانت عندي اوبستي، كل ما عندي بيج فات تيشوز، كل ما انا بقى عندي انفلاماتوري انفلتريشن في الماكروفاج، كل ما زادت الانفلاماتوري بروسيس، كل ما زادت الاوكسيديف ستريس والدي ان اي دامج والتيلومير ديسفانكشن. ده كله في الاخر هيعمل لي ايه؟ هيعمل ستيم سيل رينيول، هيبتدي الاتيكونيك. الاتيكونيك ده هرمون بيتفرز من الاديبوز تيشو، بيزود البرو انفلاماتوري سايتوكينز، يعمل لي انسولين ريزيستنس ويعمل لي دايابيتس. وهنشوف علاقه الانسولين ريزيستنس والدايابيتس نيجيتس والكالسيوم تيست، الثلاثه ماشيين مع بعض. طيب ده من الاسباب اللي احنا بنقول ان في ترو انكريز في الكالسيوم تيست. كلنا قاعدين، كلنا مش بنتحرك، يعني حتى النورس زمان كانت بتتحرك ودي اليونج ايج، انما يعني طبعا لما بنكبر شويه بناخد مناصب اداريه اكتر، فما بنتحركش زي ما كنا بنتحرك واحنا صغيرين. وانا نايم كنت بتحرك اكتر وانا رئيس قسم، ده اكيد كلنا بقينا مع السن ما بنتحركش، لايف ستايل كله بقى كده. يعني زمان حتى شغل البيت اللي احنا كنا بنعمله كنا بنحط حتى الغساله، يعني اول ما اتجوزنا كانت حاجه اوتوماتيك، دلوقتي بقت فول اوتوماتيك. صحيح المينيمال موفمنت دي لقوها ان هي بتاثر جدا على الاوبستي. على فكره يعني هم عملوا دراسه في فرنسا، لقوا ان انا لما بفتح التلفزيون اصبعي مش بريموت، جاست ان انا اقوم من على الكرسي واتحرك ناحيه التلفزيون ممكن تخسسني من نص كيلو لكيلو في السنه. فانا بس بقول ريليتيف مينيمال فاكتور. انما احنا دلوقتي كل حاجه بريموت، كل حاجه بريموت، حتى جراجات العربيات بتاعتنا بقت تحت شغلنا، خلاص ما بقناش نتحرك. فطبعا الفيزيكال ان اكتيفيتي ليها عامل اساسي. الفيزيكال ان اكتيفيتي بتطلع لي اولا انا ما بعمل رياضه، حتى لو كنت اوبيس، في حاجه دلوقتي في WHO اكسبريشن اسمها هيلثي اوبيستي. يعني مش كل اوبيز لازم هيجي لها كل بلاوي الاوبيستي، لا في هيلثي اوبيستي. لو في واحده اوبيز وبتتحرك ومعاملها مظبوطه وكل حاجه عندها كويسه، ولا جود ممكن يكون عندها جيناتيك فاكتور، وممكن هي عندها مايكرو فات براون اور وايت فات، مش غير تبقى بس في حاجه اسمها هيلثي اوبيستي. يعني لو انا اوبيز مش ده معناه ان انا اقعد ما اتحركش، لا لازم اتحرك. ليه؟ لان ايه الاكتيفيتي هتزود الفري راديكالز في جسمي، لان انا كل ما بتحرك كل ما بدخل فيه اكسجين، كل ما بحسن الاندورفينز، كل ما بعمل السيميوليشن بتاعتي، كل ما بعمل ووش انت توكسيكيشن للجسم. فالان اكتيفيتي نمبر 1. الان اكتيفيتي طبعا هتعمل لي هايبوكسيمينيا، هتعمل لي هايبرجلاسيميا، هتعمل لي انايروبيك اوكسيديشن. طب ده كله هيؤدي الى ايه؟ الى الاوبيستي، بالذات الابدومينال اوبيستي كلنا عارفين ان هي بتعمل انسولين ريزيستنس. هتعمل لي انكريز، حاجه اسمها انكريز انسولين جروس فاكتور 1. انكريز جروس فاكتور هرمون رايت، اللي هو ده بيعمل اول ما بيطلع بيعمل له ريسبت، يعني هو في عندي ريسبتورز ليه بس ان اكتف. وانس ان انا بقيت اوبيز الريسبتورز بتاعته بتشتغل، واول ما الريسبتورز بتشتغل وتلقطه يبتدي يعمل لي كارسينوجينيزيس. كارسينوجينيزيس وكل ما هو متعلق بالهرمون، يعني كل ما كل حته في الجسم متعلقه بالهرمون، كانسر بريست، كانسر اوفرز، اند كانسر يوترس. كل ده ليه؟ عشان قاعده ما بتحركش وناكل كل حاجه ما هو مصنف. ليه؟ لان الانكريز كالوريك انتيك هيعمل لي نفس الحكايه، هيعمل لي فات سيلز، والفات سيلز هتعمل ايه؟ استروجين. طبعا عارفين الاستروجين ده استروجين ده بيدوب في الفات. فكل ما عندي كودلا من ايه اكبر، كل ما الاوفرز بتطلع استروجين تروح للكودلا الدمنيه، البيتويتري ما بتقراهاش لانه از نوت سيركيوليتنج هرمون. فتقول لي البيتويتري فريزي تاني، هتفرز تاني، يبقى عندي انا في جسمي كميه استروجين عاليه. فالاستروجين ديبندنت هايبرفيزيا هيعمل لي سايتوكينز، وفي الاخر برضه هيأتي لي بالكانسر في البارتس بتاع جسمي كست اللي ريليتد. دي الاوبستي الانكريز ريسك فاكتور، مش بس كانسر بريست، مش بس كانسر وايت، بتزود الكانسر بريست، سوري بتزود الاستروجين كل بلادر كدني اند كولوريكتال كانسر في الست. طب ايه ده علاقه الدايابيتس والكانسر بريست؟ الدايابيتس هاز ا بوزيتيف كورليشن كانسر بريست. اول حاجه جت سيرتها ان احنا قلنا هايبر انسولينيميا،
وقلنا انسولين جروس فاكتور لايك الانسولين جروس التايب اوف دايابيتس از كاركترايزد باي انسولين ريزيستنس عند هايبر انسولينيميا اند هايبر ان ذا ايرلي فيز اوف ذا ديزيز. بعد كده بعد ما بيحصل هايبر انسولينيميا انكريز ريسك اوف بريست كانسر سو دايركت افكت اون ذا بريست ايشو اور اندايركتلي باي انكريزنج سيركيوليتنج كونسنتريشن اوف استروجين تستوستيرون اند انسولين جروس لايك فاكتور هرمون اللي هو ريليتد للكانسر. الديابيتس هاد 12% بيتا ريسك. يعني لو انا ديابيتس اخلي بالي ان انا اعمل مثلا ماموجرام مور فريكوينت. وعلى فكره مش ملوش علاقه بان انا ظبطت سكري ولا مش ظبطت سكري. وانس ان انا ديابيتك انا 12% عندي هاي ريسك يعني مور برون ان يجي لي كانسر بريست عامل ايه. فوانس ان انا ديابيتك لو كان مثلا عندي انا ذا ريسك فاكتور زي فاميلي هيستوري لازم اعمل فريكوينت ماموجرام. After 2012 report from the American Cancer Society and American Diabetes Association found that having diabetes more than doubled the risk of pancreatic, liver, endometrial cancers and also increased the risk of breast, bladder and colorectal cancer. طبعا انا مش عايز اخوف الناس الديابيتكس بس احنا بنقول لو انت ديابيتك خلي بالك من نفسك اكتر. طب ايه diet and dietary related risk factors؟ طبعا diet plays an important role in the pathology of cancer breast. Compelling evidence suggests a strong association between fat and you feel bad fat اللي جايه من الريد ميت and dairy products. يعني لو جالي وانا باخد فات من زيوت مفيش مشكله خالص. هما واخدوا strong correlation between saturated fat from animal origin بالذات اللي هي اللبن ومنتجاته واللحوم ومنتجاتها. يعني بلاش اخد دهون من مصدر البقره او الجاموسه او تبر الحيوان. فتاخد اللبن سكين لا من فضلكم ما ناخدش اللبن سكين. لان في كوورت ستادي كبيره جدا اتعملت في السويد على 13,000 حاله بروسبكتيف لقوا ان اللي بياخدوا سكيمد ميلك بيجي لهم سيفير اوستيوبروزز اند سيفير هايبر باراثايرويديزم. طب اعمل ايه؟ اخد هاف سكيمد. يعني السكيمد ده مش هو اللي ينصح به اطلاقا. ربنا خلق ناكل حاجه زي ما خلق ربنا. ربنا خلق فيه دسم في اللبن لا اكل القشطه واسيب اللبن ولا اكل اللبن اشيل القشطه بتاعته خالص واشربه سكيمد. السكيمد في البيت ده بيبقى هاف سكيمد. يعني بجيب اللبن واغليه واشيل وشه ده هاف سكيمد ده كويس. انما برضه في نفس الوقت لو افرض في الجبن الصفراء مثلا لو افرض في اكل الزبده والسمنه والمرتة والحاجات اللي هي العوايد بتاعتنا. طب هاي كونسامشن اوف انيمال فات سبيشلي ريد ميت. طبعا لما حتى لو شلت الدهن الخارجي بتاع اللحمه الماسل فايبر نفسها فيها فات. يعني مهما كانت اللحمه بتلو ومشفيه سلقتها طلع لي طبقه دسم كلنا ستات وعارفين. فيبقى حتى الريد ميت ايفن سبيشلي ريد ميت اند ديري برودكتس از بوزيتيف اسوسيشن ويز كانسر بريست دايتس هاي ان فات اند لو ان فايبر. هنتكلم بقى عن لو ان فايبر هنشوف الفايبرز دي. Have consistent association with increased breast cancer risk. طيب طلعوا حاجة عشان الفيجن دايت دي طلعت أساسا عشان الكانسر بريست. الفيجن دايت دي عبارة عن إيه؟ هي ميل الفكرة بتاعتها إن أنا كومبيتيك الانسولين جروس فاكتور لايك هرمون اللي هو السويتش أون اللي بيعمل لي كانسر بريست. طيب هو ده بيعمل بيجي من إيه؟ بيجي من هايبر جلايسيميا أند هايبر انسولينيميا. يعني سكر عالي في دمي والأنسولين عالي في دمي والاثنين مش عارفين يشتغلوا مع بعض. طيب ده specific type of hormone that has been linked to a potential risk of cancer breast similar to measuring cholesterol. يعني لو انا عايزه اشوف الريسك بتاعي قد ايه ناحيه الكانسر بريست زي ما بقيس مثلا الريبيت بروفايل بتاعي انا ممكن اقيس ليفل اوف انسولين جروس فاكتور لايك هرمون عشان اعرف انا مور برون لديفرنت تايبس اوف كانسر ولا لا. طب كومباتنج ايه ازاي عشان اقلل اعمل لو ان سيركيليتنج ليفل اوف انسولين جروس فاكتور لايك هرمون دايتس هاي ان فرايتي اوف فروتس اند فيجيتابلز اكل خضروات وفاكهه بكثره. Can significantly reduce breast cancer development in women with breast cancer mutation. يعني سواء preventive ان انا عندي history او ان انا curative انا مريض cancer breast فعشان امنع recurrence. كلنا عارفين ان في certain rate of recurrence. Since breast cancer genes is responsible for repairing DNA, it is thought that antioxidants in fruits and vegetables can assist the DNA repair system. لكن طبعا دايما عشان في اي during cell division بيحصل طبعا وير اند تير في الميوز والميتوزس فممكن وارد جدا ان يحصل اي دامج في الدي ان اي ماتيريال اللي بقى بوتنت انتي اوكسيدنتس قادر على ان هو يعمل ريبير رابيدلي للدي ان اي بيبقى زي الغزل كده بالظبط. فكل ما انا خدت حاجه فيها فري بوتنت انتي اوكسيدنتس كل ما انا عملت ريبير للدي ان اي دامج كل ما كان حصل دي ان اي دامج. كل ما اكلت فري راديكالز وحاجات غير صحيه وحاجات بتدخلي فري راديكالز في جسمي كل ما زودت الدامج بتاع الدي ان اي. غصبا عننا الانفايرمنتال بوليوشن بيخلي عندنا فري راديكالز. طب ايه اللي يخلي يعمل ريبير للدمج اللي بيحصل ده ان انا اخد بوتنت انتي اوكسيدنتس. مين الموست بوتنت انتي اوكسيدنتس في جسمي؟ فيتامين اي سي اي اند اوميجا 3. يبقى كل ما اكلت كل ما هو اخضر وملون
فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E and أوميجا 3 طبعا جاي من السمك البحر. However, foods most known to increase spleen growth factor like hormone اللي هي الأنيمال زي ما قلنا saturated fat and protein especially the meat والmilk and dairy products. This type of diet is recommended for cancer breast patients to avoid recurrence and in families having history with cancer breast. Going vegan means dropping most of animal products especially meat. يعني مش لازم كل يوم اكل اللحم. ومش الكونسيبت بتاع الام ان كل الكوكو سيب السلطه اصلا يبقى تعود من الطفل. كل الام المصريه عندها احنا يمكن عشان بنشتغل في الفيلد فاهمين اكتر. انما الام المصريه عاده لما نعمل اديوكيشنال كل الكوكو سيب السلطه هي عندها الكونسيبت ان البروتين هو الصحه لابنها اطلاقا. الاكل المتوازن ومع يعني حتى الدبليو اتش او كانت من كذا سنه كانت الار دي اي بتاعت البروتين 1 نزلت 0.8 لان محدش عندنا دلوقتي عنده عضلات فمش محتاجين قوي 1. طب امال هاخد المصادر بتاعتي من ايه؟ ان انا اخد كونسيومد لو فات ديري برودكت زي ما قلنا اتس بيست اون فروتس فيجز ليفي جرينز وول جرينز نتس سيدز اند ليجيومز. البروتين ليه مصادر اخرى ثانيه نباتيه ممكن اكل منه يعني مش لازم اكل بروتين في صوره لحمه وفراخ. A daily consumption of 6 servings of grain, 5 servings of legumes, nuts and other types of protein زي ما قلنا legumes على nuts على whatever والسمك حلو جدا طبعا and 4 servings of veggies, 2 servings of fruit and 2 servings of healthy fats. Healthy fats يعني ايه؟ يعني اخد الفات زي ما خلقها ربنا. ربنا عمره ما خلق الفات مجمد. ربنا خلق الفات في صورة زيوت او بكتير وقشطة في اللبن. يبقى انا اخد الفات in صورة healthy فود هيلثي فات اللي هي في صوره زيوت افضل طبعا. طيب ايه الحاجات اللي بتريفنت كانسر اوكيرنس؟ ريسيرش ايفيدنس سبورت ايتنج هيلثي دايت فور بوث بريفنشن اند تريتمنت. طبعا في التريتمنت بيبقى في عندنا مشاكل كيمو وريديو ثيرابي بنتدخل فيز باي فيز معاهم. ان جنرال دايتري ريكومنديشن انكلود كونسيومينج لس ساتوريتد فات زي ما قلنا سبيشالي من الريد والديري ايتنج فرايتي اوف كالفر فروتس اند فيجيتابل ريتش ان فيتامينز مينرال انتي اوكسيدنت. Following a healthy guideline for preventing cancer breast may experience a multitude of other positive healthy benefits. يعني انا مش بس باقي الكانسر بريست لا انا ممكن اعالج حاجات كتيره جدا. احنا عارفين ان احنا وانس ان احنا بنمشي لايف ستايل بحسن الليبيد بروفايل بحسن الضغط بحسن السكر بحسن كل حاجه. زي ما الصوره باينه كده ايتي برايتلي كالرد كل ما اكلت كل ما كان طبقي ملون. ايت فريش فيش ثلاث اربع مرات. والحقيقه يعني دلوقتي احنا هو الدكتور شريف جاب لنا الحقيقه في المنفذ بتاعنا السمك بتاع القوات المسلحه مش عارفه جبتوه ولا بتاع كفر الشيخ سمك بحري رائع. فيعني دي فرصه وسعر كويس جدا. فكل ما اكلنا اسماك كل ما عملنا شيفتنج من اللحمه الحمراء من الفراخ اكلنا سمك واكلنا بالسز واكلنا ناتس كل ما كان افضل. طبعا زي ما قلنا ليه consumption of red meat consumption of low fat and dairy products maintain a healthy weight and keep physically active. لازم كل يوم نتحرك لازم كل يوم نتحرك. حتى ايفن دلوقتي بقى بينزلوا بروجرامز على الفيسبوك اللي هو 3 miles ahead دي انا بعملها في متر في متر لان كلنا بنيجي مروحين من الشغل مقتولين كلنا بنبقى كده. فايفن ناخد نفس شويه مش لازم ننزل حته نعمل فيها رياضه ومش لازم اجيب ماشين في الاخر احولها لمنشر غسيل. لا انا ممكن صحيح ما دي كلنا بنجيب الحاجات دي ونركن. فممكن نجيب في مساحه متر لمتر عاملين بروجرامز للكل لان دي مش مشكلتنا احنا بس مشكله العالم كله. فممكن اعمل خطأ 3 ميل اللي هم مطلوبين في اليوم من الريكومنديشن بتاع الدبليو اتش او في مكاني اتحرك قدام ورا واتحرك قدام ورا وهي بتورينا المونيتور بتورينا اتحرك ازاي. فكلنا لازم نبقى اكتف على قد ما نقدر. Women with strong family history of cancer breast or other malignancy لازم يتبعوا البيجن دايت. الناس اللي عندها موربيد اوبيستي واحنا عايزين عارفين الموربيد اوبيستي اللي هي وسط الكونفرنس اكتر من 88 سنتي او ان زائد طبعا مش او زائد يا اما عندها ديسليبيديميا يا اما عندها هايبر انسولينيميا يا اما عندها هايبر تنشن فالثلاثه مع بعض دول اللي بيسموهم الموربيد اوبيستي. لو انا اوبيز وما عنديش حاجه من دول يبقى انا هيلثي اوبيز. Diabetic or with strong family with history of diabetes mellitus يفضلوا يمشوا على vegan diet. ليه؟ لان انا باقيهم زي ما قلنا في high risk between diabetics and cancer breast فانا لما بيمشوا على ده بخليهمش يجيلهم cancer breast. History of metabolic syndrome اللي هو with high waist circumference and other blood disturbance. History of hormonal intake الستات اللي اخذت حبوب منع حمل. ليه؟ لان هي اخذت استروجين او وات ايفر بقى لاي سبب من اسباب علاجي تاني اخذت هرمون اثناء حياتها من الافضل انها تمشي للفيجن. زي ما شفنا في اول محاضره في strong association between high estrogenemia and cancer breast. في الهيستوري اوف بريست ادينو ما ساعات تطلع لنا كلكوعه كده
تبقى بنين، بس ممكن دايما الدكتور حتى ريكومنديشن بتاعت الراديو ديجنوزس تقول لك اللي يطلع بتاعت الماموجرام ريكومند تو دو فريكوينت ماموجرام. يبقى انا عندي ادينوما ما خليهاش تتجنن، ما خليهاش تتجنن ايه، انا ما دخلش في راديكالز ودخل الحاجات اللي بتجنن الجين ميوتيشن، فخليها ادينوما ما خديهاش ادينوكارسينوما. طبعا هيستري اوف بريفيس كانسر بريست عشان ما يحصلليش ريكيرنس. الكلام اللي انا قلته ده تيبيكال موجود في بابايروس. احنا كنا في انترناشونال كونجرس اوف نيوتريشن بتعمل كل 4 سنين، ده بيج 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 كونجرس يعني موست بيج ايفنت في العالم النيوتريشن، وكان في امستردام، وفتحوا هول كده زي ما هي عندنا كذا هول، فتحوا هول كبيره جدا اسمها الفرعونيك دايت، وللاسف اللي عمل السيشن ده مش مصريين. اتفتحت السيشن دي بابايروس، كان ابو نحطب لقوها في مقبره ابو نحطب اللي هو اللي بنى الهرم سقاره اللي انا حاطه صورته ده، هو كان وزير وفارماسيست ودكتور واسترولوج ومهندس وكل حاجه يعني. فكان بيقول لابنه ايه؟ قال له يا بني اكثر من تناول الخضروات وفاكهه وكل الحنطه والشعير، القمح والشعير اللي هي الول جرين اللي احنا بنقول عليه ماشي، ولا تقتل الحيوان فانه للحرب، يعني ما تاكلش لحمه حمراء، والفراعنه ما كانوش بياكلوا اللحمه الحمراء غير في الاعياد، عشان كده سموا النقرس مرض الملوك، الملك بس هو اللي ممكن ياكل اللحمه مور فريكوينت اذروايز. وحتى في الزار المقابر تلاقيهم دايما شايلين وزه شايلين بطه، ما حدش بيذبح ابدا جاموسه يعني. فقالوا لا تقتلوا الحيوان فانه للحرب، ولكن كل لبنه محلى بالعسل، ما كانوش يعرفوا السكر، السكر ده نيو، واحنا ممكن كلنا نعيش سكر، وانصح الجميع ان هو ياكل من غير سكر. طيب هياخد الفات منين؟ وقال له واعصر الزيتون واصطاد السمك من النهر ولا تلوثه. لو حضراتكم ترجمتوا الكلام اللي انا قلته ده هتلاقوه الفيجن دايت اللي هو بتاع الكانسر ريست، هتلاقوه هو بتاع الداش دايت داتري ابروست ستوب هايبرتنشن يعني بيعالج الضغط، هتلاقوه هو جايد لاينز بتاع الديابيتس. يعني احنا لو رجعنا ناكل زي اجدادنا الفراعنه اي ثينك ان احنا كان بريفنت لوت اوف تايب اوف كانسر. انا كده خلصت البريفنتيف. الكيوريتيف من فضلكم اللي عنده حاجه كانسر بريست بيفور ستارتنج، من قبل حتى ما تعمل بلان ان هي داخله سيرجري، من فضلك تكونسلت النيوتريشنست. ليه؟ لان هما بيقول لنا بعد السايد افكتس بتاعت الكيمو اوريدي بيكون الحاله، انا ما كنتش فاكره الوقت هيسمح فما حطيتش السلايدز، بس بيكون احنا عندنا اوريدي خلاص الدنيا اتلخبطت. انتوا عارفين لما بندخل سيفير بقى كاشيكسيا وبتاع الميتابوليزم كله بيتغير، بيبقى الريفيرنس يعني ان انا ارجع ريفيرس صعب. فكانسر بريست انصحوا مرضاكم دايما وانس دايجنوز شوفي نيوتريشنست، هتدخل معاكي قبل الجراحه واثناء الجراحه، بتعمل باور هيلينج، عارفين ساعات الفلاب بتبقى مفتوحه ومش عايزه تعمل هيلينج، بيبقى عبء كبير جدا على النيرس ويفضل الجرح مبقبق، وساعات ناس كتير بتبقى دايابيتكس بتبقى مشكله. فاحنا هنجهزها قبل الجراحه، هنجهزها قبل الكيماوي، هنجهزها اثناء الكيماوي، هنجهزها اثناء الريديوثيرابي، لان الريديوثيرابي دي برضه نيوتريشنال امباكت على عظمها اتليست. ففي الكيوريتيف رول النيوتريشن هاز امبورتنت كيوريتيف رول امباكت على البروجنوزس وعلى الكواليتي اوف لايف بتاع البيشن. فمن فضلكم لو عندكم اي حاجه كانسر براست مش لازم تجي لي انا ما عنديش عياده خارجيه، بس تستشير حد متخصص في النيوتريشن فروم داي 1 دايجنوستس. Lastly, I wish you all to live free from cancer. احنا عندنا بيج على البيج بتاعتنا 57 هم عاملين انيشيتيف هم فري فروم كانسر. لو عندكم اي اسئله تتعلق بالتغذيه بالكانسر باي حاجه حطوها على الويب سايت من تاني يوم على طول، واهلا وسهلا بيكم في 57. وانا تاني بشكر ميس سماح والدكتوره وفاء على تحت الفرصه دي، وميرسي جدا، ونفتح لو اي اسئله تحت امرك. ثانك يو.